نعم مشاهدينا، ومعنا عبر الهواء مباشرة الطالبة مشاعل عبد الجبار. أهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام مشاعل. بداية مبارك لك هذا الإنجاز والتحقيق لهذا المعدل الجيد. ألف مبارك. الله يبارك فيك، مشكور. طبعا أحب أشكر شكر وتقدير نعم. إلى كل من سعى معي من إدارة كلية الكنوز الجامعة والدكتور أسامة العبادي والمهندس حسين علاء والسفرسة، ونشكر قناة دبليو تي في الوطن والحاج أبو شراف التميمي، وما ننسى وقفتكم ويانا مع جزيل الشكر. كل التوفيق مشاعل، ولكن أوصفي لنا هذه المشاعر الجميلة بعد تحقيق هذا الحلم. والله ما صدق، يعني مستحيل، يعني حلمي تحقق. كنت متصيرة أمنيتي أنقبل كلية طيب. طب الأسنان مشاعل والحمد لله. نعم والحمد لله، مع أحب أكثر اللي ساعدوني ووصلوني نعم. للحلم اللي أنا أريده. مشاعل، كيف تم التواصل مع قناة وطن وتم شرح الموضوع وكيف تمت الاستجابة؟ سويت مناقشة نعم لأبو التراب، الحاج أبو التراب التميمي. نعم. والحمد لله وصل صوتي ووصلني للي أنا أريده. الحمد لله أكبر رفعة ناس غيرة إنه تسمع صوتنا، تسمع صوت كل مظلوم وتحقق اللي يريده. شنو الرسالة مشاعل اللي تحبين توصليها في من خلال هذا الاتصال؟ الواحد انه ما يوقف على عن حلمه مهما واجه من مشاكل وصعوبات، احنا لازم نحقق حلمنا ونوصل للي نريده وندافع ونحكي انه احنا مظلومين حتى ناخذ حقنا. نعم مشاعل، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق ايضا والمزيد من الموفقية. شكرا لك. نعم مشاهدينا، والآن ختام النشرة تذكير بالعناوين.